السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع سمارت ستوديو تقدر تعمل فيديوهات من خلاله بشكل سهل جدا وبسيط باستخدام الذكاء الاصطناعي. كل اللي علينا نقول له جيت ستارت وتدخل بحساب جوجل عادي. تمام، ده مثلا تمبليت موجود تقدر تعدل فيه. طب احنا نبدأ من الاول خالص. اسم المشروع مثلا فلاور، اي اسم يعني، والاسبيكت ريشيو طول العرض بتاع الفيديو وليكن مثلا دوت، اقول له كرييت ونبدا نعمل المشاهد اللي احنا عايزينها. هنا دي اكسبورت، يعني هتشوف انا فيديو اني شورت اني شورت اللي انت عايزه. مثلا هنا هقول له عايزين نعمل فيديو فور بوي بلاي فوتبول، وبعد كده نقدر بعد ما يتعمل فيديو نبدا نوصله للاكسبورت. بدأ يشتغل على شوت 1 واداك فرصة ان انت تعمل شوت 2، وليك ان انت تعمل وصف 1000 حرف. احنا عملنا لغاية 19، نقدر نعمل ايه اكتر. طيب هنا بقى ممكن تعمل اتاش لحاجة من عندك من على الجهاز، صورة مثلا يبدأ يشتغل عليها مثلا اهوت. ممكن هنا تبدأ تغير مثلا الموديل، مثلا هنا تكست تو فيديو، ممكن تختار بقى اصدار اخر منهم، ممكن مثلا تختار دوت ايمج تو فيديو، عندك صورة مثلا معينة تعملها فيديو. تمام، فلازم تحمل له طبعا الصورة. ممكن نختار هيبقى كام ثانية، مثلا اخترت صورة الفراشة دي مثلا. تمام، هنا 3 ثواني ليك لحد قد ايه، 10 ثواني. الفكرة ان انت هيبقى عندك كذا فيديو كل واحد فيهم عدد معين من الثواني. هو حاليا بيعمل المشهد 1 و2، واداك بقى فرصة ان انت هتديله حاجة تانية يعملها لك في الشوت رقم 3. وبعد كده اكسبورت، هتبدأ بقى تشوف اني فيديو اللي انت عايز ان انت تصدره، وتبدأ ان انت تسحب وتوصل بالنقطة ديت. انا ده ممكن تحط وصف للفيديو دوت. هو بدأ يعمل الفيديو اهوت. تمام، تقدر ان انت تشوفه، وتقدر ان انت لو في حد بيتكلم ممكن تركب صوت. تمام، يعني يكون عندك صوت وتركبه على حركة الشفايف. تمام، دي خاصية موجودة، بس ترفع له ابلود ديفايس. تمام، او تقول له جنريت فويس وهو يبدأ يكون الصوت. لو ده ما عجبكش ممكن تقول له اعمل لي واحد تاني. طيب عملت انت الفيديو، اسحب بقى دي كده وابدأ حطها مثلا ان انت عايز تعمل نيو اكسبورت او عايز تعمل جديد اهوت. تمام، فلما يجي يعمل اكسبورت يعمل اكسبورت لده الاول وبعد كده يعمل لدوت. تمام، ده واحد تاني برضه عملته سمبلدج انسايد فارم. تمام اهو، تبدأ تسحب من النقطة دي للنقطة دي، يبدأ بقى يعمل لك 3 فيديوهات ورا بعض. فبالشكل ده بكل بساطة قدرت تعمل فيلم كامل مكون من لقطات بالشكل ده. ممكن بقى لو انت عندك قصة مثلا الأرنب والسلحفة، كل عليك ان انت مثلا تروح تكتب اول جزء هنا مثلا حصل كذا كذا، وهنا الجزء التاني والتالت وهكذا، يبقى عندك كذا شوت يحكي لك القصة، فيطلع لك الفيديو فيه كل حاجة. والفيديو الموقع اثناء ما انا بعمل الفيديو كان مجاني، ممكن وانت بعد كده يبقى بفلوس، فحاول تستغل الفرصة وتبدا تجرب الموقع وتبدا ان انت تعمل منه شوية فيديوهات حلوة ان شاء الله. اتمنى يعجبك. بعد ما خلصنا كل اللي انا عامله ان انا اقول له اكسبورت. تمام، فبيقول لي انت عايز بقى تصدر كله؟ اه انا هصدر كله، او عايز اصدر جزء معين. تمام، بعد كده خلاص اقول له بقى ايه صدر لي، فيبدأ يعمل لي داونلود للفيديو على الجهاز بتاعي، هيبدأ يحمل لي الملف الاسم اللي احنا اديناه له في الاول.